الخيرات والليرات وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج أسرار أريج. اليوم بإذن الله حتكون معنا أسرار جدا عميقة. ليش عميقة؟ لأنه اليوم أكلنا من البحار. خليني قبل ما أقلكم تفاصيل وصفاتنا لليوم اتشكر رعاتنا الكرام اللي ما تركوني ولا يوم: شركة سوما للخضار والفواكه، شركة مجدي للبهارات، شركة خزان، وشركة بروتين اللي بتضم الأهرام واليمامة ولحوم ميت شوبس ويوسك والفياصل. واليوم تحديداً وصفاتنا كلها برعاية شركة الدانا للأسماك. شكري من القلب، ومهما حكينا ما منوفيهم حقهم، لمجموعة علي عبد الوهاب يلي تحتها بوش ونولتي. ويعني قد ما حكيت ما بخلص حكي عن قديش أنا مبسوطة بهالتصوير والديتيلز اللي عم شوفها عندهم. خلوني إلكن شو وصفتنا اليوم. وصفتنا اليوم نحن بمطبخنا الشامي أو السوري أو حتى بالساحل السوري منقول عليها سمكة حرة. اتضح إنه في تفاصيل كتير مشتركة بالطبخة لتكون تقريباً اسمها بالكويتي مرق بلول. مرق بلول يعني هو البلول اللي أصغر من الهامور. وصفتنا الثانية حتكون السباس الرائع، ومين منا ما بياكل سباس وبيعشقه، بس حأعملكن السمكتين كل واحدة بطريقة بشان نرضي اللي بيحبوها بالطريقة الأوروبية ونرضي اللي بيحبوها بالطريقة العربية. حنطبخ قدامها تفاصيل وشغلات حتعرفوها أكيد بعد الفاصل. يلي راحت منه هاي الحلقة يلحقها، وين بيلحقها؟ بيشوفها بتطبيق ATV. رح اطلع فاصل كتير صغير وارجع لتفاصيل احلى من هيك ما رح تلاقوا. خليكن معنا. لما نقول سمكة حرة يعني دبس فليفلة، مو دبس بندورة طماطم، لا دبس فليفلة. لحط دبس الفليفلة وكميته غزيرة. ليش؟ لأنه البالولة عندي كبيرة. هاي البالولة ما شاء الله حوالي 3.5 كيلو. أوكي، حطيت دبس الفليفلة. بدي حط زيت زيتون، بدي حط هون سوائل لتختلط منيح، وما في مشكلة يكون زيت الزيتون وفير. بدي حط عصير ليمون، سمك يعني ليمون. ولما نقول مع السمك ليمون شو منقول كمان شغلات؟ منقول توم وشبت. لحط التوم هون، اسنان التوم، لأنه كله مع بوش رح ينفرم فرم. أوكي؟ لحط من هاي الخضرة. أنا هون خالطة كزبرة وشبت، بتحبوا بس كزبرة أو بس شبت براحتكم، بس المهم بدي شوية خضار ورقية، لازم ضروري سبايسي. أنا هون للشباب لحد حدا شوي، أنت ست البيت تحكمي مثل ما أنت بدك. طيب المكون السري بهاي الوصفة هو الجوز، يلي بعض البلدان بتقول عنه عين الجمل. نحن بمطبخنا السوري السمكة الحرة لازم بالتتبيلة يكون في قرطة. هالقرطة بتجي من الجوز وبيغنيها غناوة مو طبيعية. نفس الشيء لما نحن بالمحمرة بنحط الكعك والدبس الفليفلة والجوز. هلا ما بعرف إذا رح أقدر حطهم كلهم، لسه بدي حط بصل وبدي حط كزبرة. خليني أقربهم لعندي بشان ما أنساهم. ليش؟ عشان إذا ما وسعت ارجع مليها من أول وجديد. بدي حط ملح، فلفل أسود، كمون، كزبرة باودر والبصل. خليني أول شي افرم فرمي. طيب تأكدت إنه كل شيء انفرم. هون في سر هذا أنا ضايفته، يعني حتى أصول السمكة الحرة مو هيك، بس أنا بعد التجربة انغرمت بهالشي.
دبس الرمان وما تستغربوا. دبس الرمان بيعطيها حلاوة مع حموضة مع توازن ما بتقدروا تعرفوا شو هو غير إنه في شي طيب. وبهيك بتكون خلطتنا جهزت. شوفوا هون يعني هي مانا سر ريسيبي، هي سر تقطيعة. البلول أو بشكل عام السمك بيكون من عند البطن أكبر وأدخن من الدنب الديل، بشان بالفرن ياخد كله نفس درجة الاستواء. شوفوا شو لح أعمل، لح أقطع خطين، بس كيف الخطين؟ الخطين حيكونوا ماشيين متوازنين مع حركة الخياشيم. هذا واحد وهذا تاني، لح أقلب السمكة نفس الشيء، بده يكون متوازن مع خياشم بشان بالأخير يعطي شكل حلو. وهي القطعة بتفيدني بإني أنا لما لف السمكة بصينية بتتجاوب معي، إذا كانت مو مقطوعة بتضل شوي قاسية. طيب يلا نبلش مارينيشن بالخلطة الرائعة، حتى يعني الروايح وين ما كان. حنحط بالجيب اللي حطيناها أو اللي فتحناها بالسكين. بفضل هاي المرحلة تعملوها قبل بليلة، أو إذا أنتوا حتاكلوها مثلاً على المغرب فيكن تعملوها الصبح. أنا صراحة محضرت لكم واحدة تانية لأنه كنت عملت لها مارينيشن وكمان بتاخد وقت شوي بالفرن. التتبيلة حتكون على الجنبين وبطن السمكة وبالفتحات اللي أنا عملتها مثل ما أنتوا شايفين. بدي كل مين اللي بالسمكة يتبلغ بهالنكهات الحلوة مع بعضها. اعملوا حسابكم شوي من التتبيلة تحطوه على السمكة فوق لما تحطوها بالصينية، فيعني ما تقولوا التتبيلة كتيرة. طيب هلأ انتو مثلا بدنا ندهن الراس وبعدين بتلفوها فرضا ببلاستيك راب وبتنيموها ليلة أو من الصبح للمساء. أنا لح قلكم كيف لح أعملها ودخلها على الفرن وورجيكم المجهزتها. خليني بس غير الجلافز لأنه بدي جهز الخضرة يلي بحطها تحتها. أريد شو في داعي للخضرة تحت السمكة؟ كمان هذا سر من الأسرار المهمة. الخضرة إلى فائدتين. الفائدة الأولى على الطبخ وخاصة أنا لح اكتمها بالفويل والورق الطبخ، فالعصارة اللي حتطلع من الخضار حتنكه لي السمكة. الشيء الثاني عشان أنتوا إذا حبيتوا تشيلوها وتقدموها بصحن تقديم ما تكون لازقة بالصينية. شو الخضار تبعنا؟ تختاروا الخضار يلي بتلبق مع السمك. عندي بطاطا، جزر، عندي شوية بصل، عندي الفليفلة الحادة اللي أنا مقطعتها لونين، وعندي هالصحن المهم جدا جدا. حطيت روزماري وحدة والليمون جراس إذا توفر. إذا توفر الليمون جراس رح يعطيكم، بس كسروه بشان الريحة والعصارة اللي فيه تطلع. بتجنن ريحته. طيب رح نخلطهم هيك خلطة سريعة. وأنا شو عاملة؟ أنا عاملة راسين توم قطعتهم بس من فوق، بس لساتهم ماسكين حالهم من تحت. هدول مع الحرارة والطبخ بالأخير بصيروا مشويين مثل المرهم، كريمي ولا أطيب من هيك. بس خليني حط السمكة وبعدين ورجيكم كيف. رشة ملح بسيطة مشان إذا حدا حب يأكل من الخضرة. هلا هي السمكة حتنزل من ميتها. رشة فلفل، خلصنا. هلا رح ناخد السمكة ونلفها. أنا أكيد عملت هالطبق كذا مرة، كنت أعمله بصينية مفروض، لا طلع لما بينلف
تقديمه بيكون أفضل. فاختاروا صينية مدورة لحلفه هيك. هون ست البيت بقى بتظبط قاعدة السمكة، بتسندها ببطاطاية، بتسندها بشغلة بعملة. كوني دارسة كيف وضعية قاعدة السمكة. وإذا عندك صينية بتفوت على الفرن وفوراً فيك تقدمي فيها الأكل بيكون أكيد أفضل. فيك تجي تزوري علي عبد الوهاب وتختاري كل شي بدك إياه. طلبي لبن العصفور بتلاقي هدوني، ولا فتفوتة لحكب، وكمان لأنه بدي أعمل كمية تانية تحت الهواء فأنا مزودتهم هلأ. طيب هيك حتحترق إذا حطيناها بالفرن؟ صح حتحترق، لهيك أنا لحط السائل اللي هو المي تحتها لحتى استفز طعم الخضار والعصارة وساعدها بإنه البخار يسويها. أوكي، بدي أحط لكم عليها من زيت الزيتون الرائع يلي أنا ما بستغني عنه دايما. هلا بدنا نلفها بالفويل. أريج ما بصير الفويل يقرب على الأكل، صح؟ لأنه الفويل ما بصير يقرب على الأكل لحط تحته ورق خبز. رح قلكم سريعا شو رح اعمل مشان ممكن اطلع فاصل وارجع. رح احط ورق الخبز عليها الخاص بالفرن، الجهه اللي عم تلمع مشان ما تلزق بعدين، الجهه اللي عم تلمع على السمكه، كاني عم لحفها تلحيف، كاني عم غطيها بحرام صغير، احرام بيبي. ورح لف القصدير بشكل زائد مشان ما يكون ولا يعني منفذ بخار طالع من الدائرة. لحلفها لحطها بالفرن، لحتاخد معي حسب فرنك وحسب سمكتك. أنا سمكتي 3.5 كيلو، فرني أكيد ممتاز لأنه بوش. لحتاخد معي ساعتين، أول ساعة لحطها بحرارة متوسطة، تاني ساعة أو تاني 45 دقيقة لحطها على نار هادية. أنا مثل ما بالبداية قلت لكم في عنا وصفتين للسيباس، واحدة شرقية واحدة غربية. سريعا خلينا نبلش لنجيب جلافز. أوكي، للأمانة الغربية جدا بسيطة، هي عبارة عن السمكة نفسها مفتوحة بيقولوها بطريقة سنغارية يعني من ظهرها. أنواع شوي هالسمك لازم تنفتح من الظهر وليس من البطن، هاد خلينا نعمل بعدين في الأوروبية. حنجيب صينيتنا، ححط ورق الموز تحت. ليش؟ ورق الموز طبعاً في بلدان دايماً بتستخدمه بشوي اللحوم والأسماك وكتير أكلات. أنا هون رح استخدمه لسبب، هاي السمكة بعد ما تنشوى حتكون حساسة وطرية. طب أنا بدي شيلها حطها بصحن تقديم، كيف بدي شيلها؟ بشان تحافظ على شكلها وما تتفرفط لحط ورقة الموز. بعتقد بدي ورقتين لأنه ححط سمكتين إذا وسعوا، إذا وسعوا ححط السمكتين بصينية واحدة. في كتير أكلات حتى السالمون أنا بخبزه بورق الموز. يلا هلأ حنحط تحت البصلة، تحت السمكة شوية بصل، حنحط شوية خضرة، كل هدول مع الحرارة بيعطوا ريحة لطبختنا. تمام؟ لحط شوية فليفلة لأنه أنا بحب سبايسي وضيوفه بيحبوا سبايسي، بس أنت فيكي تتحكمي. طيب هلأ شوية ملح وشوية فلفل وحنبلش بالسمكة. عندي سمكتين بدي احكي لكم شغلة، وأنا عم نظف السمك هو إجاني منظف بس وأنا عم بغسله صراحة تفاجأت بوحدة منهم ما شاء الله يغزي العين إني لقيت فيها حتى معلق، يعني مشان ما تقولوا نحن حطيناه.
شوفوا معلق بالسمكة كيس بيض السمك. اللهم زيد وبارك. رح خليهم طبعا، رح خليهم لأنه هذا الشيء مو دايما بيطلع، اليوم حظنا حلو. عملت السمك مع كاسين، ليش؟ بشان توسع الصينية وما بدي حطهم بصينية تانية. شو رح نستخدم بالوصفة الإيطالية يا أرج؟ أول شيء خليني أحط زيت الزيتون بشان لما أدهنها تنزل عليها. أوكي، زيت الزيتون حطيت، ملحي، أنا عم بشتغل على سمكة واحدة حالياً، حطيت ملحي. السي فود عموماً بحب الملح شوي زايد، اللهم يعني يمكن لأنه بحر وملح ما بعرف. لا كمون، لا عفوا كزبرة. أوكي رح ادهنها بهالطريقة مشان تتبلغ كلها. رح احط عصير الليمون. رح احط التشيري توميتو وما تستغربوا هيك بالنص، ورح احط شوي من قرون الفليفلة السبايسي. بتصدقوا اذا قلت لكم انه اول وصفه خلصت، بس حنحط شويه ثوم. اول وصفه خلصت، هي اول وصفه. حنفوت على الوصفه الثانيه، وبما انه حجم السمك قد بعضه فانت فيكي كست بيت تحطيهم بصينيه واحده. شو الوصفه الثانيه؟ الوصفه الثانيه اكيد زيت زيتون، من زيت زيتون الفاخر. هحط ثوم مهروس، هحط هون ما رح احط ملح. ليش ما رح تحطي ملح أريج؟ لأنه ححط صويا صوص. شلون صويا صوص والوصفة عربية؟ حتشوفوا. هحط إذا عندك صوص السمك، ما عندك أوكي. وححط تشيلي فليكس، وححط شيء كثير مهم، اوكي. أنا قلت لكم ححط صويا صوص. بدي عدله فلحط تمر هندي شوي. اللي متعود على هالأكلة ما رح يستغرب التمر هندي. هاي الوصفة ما فيها ملح أبداً. ولحط الفلفل الأسود والكمون والكزبرة، وادهن السمكة وسكر عليهم وفوتهم على الفرن من ربع لثلث ساعة نار قوية، وبعدين افتح الفويل واشوي الوش. في أسهل من هيك؟ خليني ألبس جلافز لحتى أعملها للسمكة مارينيشن مساج يبلغها كلها. خليكن معي قبل الفاصل شوفوا هالخطوة، وبعدين رح اطلع معكم فاصل ونرجع نعمل مع بعض الرز اللي حنقدمه جنب الصياديه، جنب السمك. هو رز صياديه بس مختلف عن الصياديه العاديه شوي لانه بطريقتي. ما تغيروا المحطه، خليكن معنا وكملوا هالاسرار الحلوه بانتظاركم. هلا رح اعملكم رز الصياديه بس بطريقتي، ورح اعملكم حمسه ربيان. انا جبت هذا الربيان مقاس ميديوم، الوسط من الدانه. على فكره هذا المقاس متوفر بالتموين. يلا، انا بهي الوصفه بخلط زيت وسمنه، انت براحتك، بس انا بصراحه بحب اخلط زيت وسمنه بهي الوصفه. سمنتي البقرة الحلوب وشوية زيت نباتي، النار عالية لحتى احمس البصل.
هون لازم يكون، أنا هون مقطعة بصلتين لوصفتين، هون للرز لازم يكون البصل صغير مو مبشور، لأنه أنا ما بدي البصل بالمي. انتبهوا، إذا البصل بالمي ما بيستوي، ما بيصير معي لونه بني، بدي يضل احمسه ليصير ذهبي غامق، يعني بني فاتح. انتبهي يحترق منك، بهي المرحلة بيكون جدا حساس، وبدك تضلي واقفة جنب طنجرتك، لأنه بس يوصل للون اللي بدنا اياه فورا لازم نشيل الطنجرة أو تضيفي مي. لازم يضل يتقلب ليصير مثل ما قلت لكم ذهبي أو بني فاتح. لبين ما يصير اللي بدنا اياه خلونا نفتح طنجرة تانية ونعمل حمسة ربيان سريعة. أنا هاي الحمسة لحضيفها على وش رز الصيادية مشان دلعكم اليوم. كمان معلقة سمنة، وهون بحب ضيف زيت زيتون مو زيت نباتي بحمسة الربيان. طيب شو حمستك يا أريج؟ حمستي أول شي بصل، مو ضروري يكون مقطع كتير صغير، عادي. رح قوي النار، قلبي من جوا عم يرقص لما بستخدم تفاصيل الرائعة من بوش. طيب بدي ملح، ليش الملح؟ الملح بهاي المرحلة بيدبل البصلة وبيساعدني على انه تستوي اسرع، بس راعي موضوع ملحك، اوعي تنسي قديه حطيتي ملحك، خاصة اذا صايمين عم تطبخوا قبل المغرب فما فينا ندوق. بلش يحمر البصل، بدي اياه قلت لكم يصير ذهبي. لبين ما يصير ذهبي خليني هون لكم على سر الرز بصيادية تبعي. أول شي بدي أحط فيه سكر. ليش السكر؟ ليعطيه لون مع طعم. بدي أحط فيه معلقة صوص طماطم، يعني مربى البندورة. في ناس كتير حتستغرب هالشي، بيعطي مزازة كتير طيبة. بالإضافة لهالشي ححط بهاراتي. شو بهاراتي؟ بهاراتي حتكون كمون، كزبرة، ملح، فلفل، وأنا شخصياً برش رشة صغيرة من اللومي، منه بتغمق لي البصلة ومنه بتعطيها طعم. رح اتركها تتحمر على مهله. لحط الثلاث انواع من الورقيات اللي قلت لكم عليها، طبعا خضرتي مقطعه ومغسوله ومنشفه منيح. سريعا للحمسه، حمسنا البصل مع معلقه سمنه صغيره وزيت زيتون، وبعدين حطينا بس دبل البصل بالملح والفلفل، حطينا عليه شويه ثوم. بعد الثوم حطينا الخلطه الورقيه اللي هي كزبره، شبت، بقدونس. ححط رشه خفيفه كزبره، رشه خفيفه كمون، ملح حطينا، فلفل حطينا، تمام. هلأ شو حنعمل وهي النار حامية؟ حننزل الربيانات، وخلي نارك عالية بشان الربيان ما يطلع، هدول أسرار انتبهي، بشان الربيان ما يطلع المي اللي جواته ويصير قاسي. الربيان إمتى بنعرف إنه استوى؟ الربيان أول ما يبلش يتغير لونه للون الأورنج البرتقالي، بعدها بالضبط تتركيه 4 دقائق. لحضيف خلطة السمك من مجدي لتعطيها اللون الذهبي، وأنا بحكم إني بحب السبايسي لحضيف السبايسي عليها بس ليحضروا لي إياها الشباب. لحط يدوب يدوب نقطة مي، نقطة مي لا تسكر، ناري عالية. الربيان بلش شوي يتغير لونه،
بلش شوي يتغير لونه، رح غطي عليه واتركه مثل ما قلت لكم 4 دقائق مو اكثر. فيني اقول لكم انه هي الوصفه شبه جاهزه. هلا بنجي للبصل اللي قبل الفاصل ضلينا نقلبه. شو الاسرار؟ معلقه ميه بندوره، لازم معلقه ميه البندوره. هلا رح احط بهاراتي. هلا ليش بهاراتك هلا؟ لانه الحراره رح تستفز الروائح العطريه اللي جوا البهارات. حطيت كمون وحطيت كزبره وحطيت فلفل اسود، لحط الملح. تمام. هلا رح ضيف المي. هون ما تضيفوا الرز قبل المي، حتى لو كان رزكم مصري غير بسمتي. ليش؟ لانه انا هاي المي بدي خليها تغلي مع البصل وتاخد هاللون. لو حطيتوا البصل الرز فورا ما رح تاخدوا هاي المي اللي لونها بني. رح رجعها على النار، خليها تغلي ونزل. بعد ما تغلي رح نزل رزاتي المغسولين والمنقوعين. انا ما سلقت الرز، بس غسلته ونقعته. بس تغلي المي رح نزل الرزات. رح خليه على نار عاليه مثل طبيخ اي رز عادي بسمتي. بس تبلش تنشف المي ويبين عندكم عش البلبل، بتوطوا النار وبتغطوا، وبيكون هيك الرز استوى وحمستنا استوت. وعنا بالفرن البالول وعنا نوعين سيباس. حناخد فاصل اخير معكم ونرجع نفتتح هالسفره الرائعه انا وانتو. خليكن معنا ما تغيروا المحطه. اهلا وسهلا فيكن من جديد، يا ريتكن موجودين اليوم وكلكن تفطروا عندي. شو عملتي يا أريج؟ عملنا السمكة الحرة يلي في ناس بتقول عليها مرق بالول. عملت قدامها الرز الصيادية بطريقتي بشان ما حدا يقول غريب عن أهل بيتنا. وعملت لكم حمسة الربيان، حطيتها مثل خط منتصف على الرز بشان يعني دلعكم. عملنا نوعين سيباس اليوم، سيباس بالماريناشن اللي شوي شرقي وسيباس بالطريقة الأوروبية، يعني هي مزيج بين إسبانيا وإيطاليا. صراحة أنا دقتها هون ودقتها هون وخلطتها وقدمت لكم إياها. هاي هي كانت حلقتنا برعاية أسماك الدانا. شكرا لمتابعتكم، بتمنى تجربوا كل الوصفات وتخبروني على أكاونتي، وشو ما بدكم أسئلة أنا جاهزة. صيام مقبول وأفطار شهي، وشوفكن إن شاء الله بكرة بحلقة جديدة. يعطيكن ألف عافية.